سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا إِنَّ
الله أكبر. Allah.